اخبار ايه؟ حسن مساء الخير، طمني عليك وعلى اجواء المنتخب الاول بعد مباراه امس. مساء الخير حسن، اتفضل. اهلا بيك كابتن سيف، اهلا بكل مشاهدي اون سبورت في كل مكان من احد مدن نيجيريا اصابه. تحياتي اليك كابتن سيف. الحقيقه الاجواء هنا اكتر من رائعه، هنا في نيجيريا الحقيقه الاجواء كانت افضل من النيجر بكتير، لكن النهارده كان يوم شاق لباسه منتخبنا الوطني. اتحركنا بالطياره بساعه واحده الظهر من النيجر الى نيجيريا، لكن الطياره اتاخرت شويه في النيجر نظرا لظروف الطيران، لان الطياره وصلت من نيجيريا الى النيجر متاخره شويه، عشان كده انتظرنا في المطار حوالي 3 ساعات في مطار نيامي، لكن رحله الطيران اخذت حوالي ساعتين في الجو. عشان كده خافير اجري المدير الفني المكسيكي لمنتخبنا الوطني قرر الغاء التدريب النهارده اللي كان من المفترض انه هيقام في 6 مساء بتوقيت القاهره، نظرا لشعور اللاعبين بالاجهاد، واكتفى الجهاز الفني بخضوع اللاعبين لجلسه في الجيم فقط والتدريبات البدنيه. لكن كابتن سيف خليني اقول لك ان كمان يعني عقب المباراه امام النيجر والتعادل 1-1 هناك حاله من الارتياح بين الجهاز الفني بالرغم من التعادل، وطبعا هي النتيجه غير مرضيه امام فريق متواضع بحجب زي النيجر، لكن الجهاز الفني متفائل خير لانه دفع بعدد كبير جدا من الوجوه الجديده، وده طبعا شجاعه تحسب للجهاز الفني لمنتخبنا الوطني. حتى خلال حديثي مع اعضاء الجهاز الفني قالوا ان هم كانوا ممكن يدفعوا بكل النجوم محمد صلاح واحمد حجازي وكل المحترفين اللي غايبين عن المباراه، لكن الجهاز الفني قرر ان هو يخوض التجربه وان هو يكون شجاع وانه يدفع بوجوه جديده عشان ينفذ المشروع اللي هو جاي من اجله، من اجل الوصول لكاس العالم والفوز ايضا بالكان 2019. عشان كده ادى الفرصه لعدد كبير جدا من النجوم، وحتى مباراه النيجر بالرغم من التعادل الا انها ابرزت عدد كبير جدا من النجوم الصاعدين زي عمار حمدي، زي احمد ايمن منصور، زي عماد دونجا، ادوا اداء اكتر من رائع بالرغم من ارتفاع درجات الحراره خلال المباراه وارتفاع الرطوبه، لكن اللعيبه اكيد اخذت التجانس في هذه الاجواء الافريقيه. لكن كابتن سيف ايضا خليني اقول لك انه ايضا المهندس ايهاب لهيطة مدير المنتخب الوطني كان طلب من الاتحاد النيجيري لكره القدم انه ياجل المباراه من الساعه 6 الى الساعه 8، ساعتين عشان المباراه تتلعب في الليل نظرا لارتفاع درجات الحراره هنا في نيجيريا. ولكن خليني اقول لك كابتن سيف انه درجات الحراره معتدله بعض الشيء في نيجيريا عن النيجر، حتى مكان الاقامه افضل بكتير، عشان كده في حالة من الارتياح ما بين لاعبي منتخبنا الوطني. خليني كابتن سيف كمان اقول لك بعض المعلومات عن الاستاد اللي هتقام عليه المباراه. الاستاد اسمه ستيفن كيشي، بيتسع ل 27,000 متفرج، وهو استاد على فكره كابتن سيف حديث الانشاء، تم انشاؤه منذ حوالي عام فقط، عشان كده المنتخب النيجيري بيحب يبعد عن ابوجا عاصمة نيجيريا، وانه يلعب على هذا الاستاد في مدينة أصابة اللي فيها طبيعة خلابة بشكل كبير جدا، وده شيء اكتر من رائع. كمان المنتخب النيجيري الحقيقه واضح جدا ان هو هيلعب المباراه بكامل نجومه، وده اللي ابرزته الصحف النيجيريه. حتى النهارده منذ وصولنا الى مطار اصابه هنا في نيجيريا هناك اهتمام اعلامي من الصحف ووكالات الانباء النيجيريه بشكل كبير جدا، وحتى اهتموا ان هم يجروا بعض اللقاءات مع نجوم منتخبنا الوطني، وان كان يعني محمد النني وعمر جابر واحمد حسن كوكا وعمرو ورده كانوا ليهم النصيب الاكبر من التقاط الصور التذكاريه مع جماهير نيجيريا اللي كانت منتظره امام المطار عشان يلتقطوا الصور التذكاريه مع نجوم منتخبنا الوطني. كابتن سيف كمان عايز اقول لك انه كمان كان في هناك بعض الاجتماعات ما بين اعضاء الجهاز الفني عشان بيجزأوا نفسهم ان هم يقعدوا مع اللاعبين الجدد المنضمين لمنتخبنا الوطني عشان يدوم حساسيه المشاركه في مباراه نيجيريا. طبعا هناك مباراه نيجيريا ليها رهبة كبيرة جدا عند بعض اللاعبين بفضل لأن منتخب نيجيريا من المنتخبات الفئة الأولى، ولكن خليني أقول لك كابتن سيف أنه هناك من الواضح كده من خلال سير التدريبات وواضح جدا كمان من خلال اجتماعات الجهاز الفني أن الجهاز الفني استقر على الدفع بمحمود جنش في حراسة المرمى عشان يعطيه الفرصة بعد تألق أحمد الشناوي خلال مباراة النيجر ونجاحه في التصدي لضربة جزاء صعبة وتألقه أيضا خلال سير المباراة، عشان كده من الواضح جدا أنه يدي الفرصة لجنش مع الدفع بقى في
في خط الوسط الارتكاز هيكون طارق حامد ومحمد النني وعلي غزال. من الواضح ان هم هيشاركوا بنسبه 99% لان المباراه طبعا محتاجه خبرات كبيره، مع الدفع باحمد حسن كوكا كمهاجم صريح، وهيبقى صانع العاب ايضا عمرو ورده، وناحيه اليمين هيكون محمد هاني. انا بقول لحضرتك يعني ابرز الاماكن اللي استقر عليها خافير اجري للدفع بيها امام منتخب النيجيري. فندق الاقامه هنا في عدد كبير جدا من الجماهير النيجيريه الحقيقه كانت موجوده هنا منذ قليل عشان بتتساءل على نجوم منتخبنا الوطني عشان يلتقطوا معاهم العديد من الصور التذكاريه. اما غدا هيكون برنامج منتخبنا الوطني، الصبح ان شاء الله هيكون في تدريب بدني في الجيم، وبعدين الساعه 6 في نفس توقيت المباراه هيكون في تدريب اساسي لمنتخبنا الوطني على ملعب المباراه ستيفن كيتشي عشان اللعيبه تقدر تاخد حساسيه الملعب. كابتن سيف، دي كانت كل الاجواء والكواليس لمنتخبنا الوطني خلال معسكره هنا في مدينه اصابا في نيجيريا. الكلمه عليك كابتن سيف، تفضل. حسن، عايز استفسر منك على انطباع امبارح المدير الفني والجهاز الفني على اللاعبين، ومين اللاعب امبارح ممكن اللي يكون حجز بطاقه لانضمام للمنتخب الفتره اللي جايه؟ الحقيقه كابتن سيف امبارح بالرغم من التعادل ان علامات الرضا كانت واضحه جدا على خافير اجري وجهازه الفني، وده كان شيء مفاجاه بالنسبه لي. كانوا كلهم يعني بيأزروا اللاعبين نفسيا وخاصه اللاعبين الجدد، لكن من الواضح جدا انه الجهاز الفني مقتنع بقدرات عمار حمدي، وده اللي ظهر كمان اثناء تبديله خلال المباراه في لقطه لم ترصدها الكاميرات، انه اجري امن على الدكه وقام سلم على عمار حمدي وكل اعضاء الجهاز الفني ان هم بيشيدوا بقدراته، لانه لاعب صغير في السن ولاعب واعد قادم في الفترة المقبلة. كمان عبد الرحمن مجدي حصل على إشادة خاصة من الجهاز الفني، وأيضا عماد دونجا اللي أدى مباراة كبيرة بالنسبة إنه أول مرة يشارك في تاريخه مع منتخبنا الوطني. كمان عمرو السولية أدى مباراة كبيرة. أنا بكلم حضرتك على أبرز الوجوه الجديدة. كمان أحمد أيمن منصور حصل على إشادة خاصة لأنه لعب امبارح في مركز المساك، وهو مركز مش معتاد إنه بيلعب عليه كتير في بيراميدز، عشان كده أحمد أيمن منصور، عمار حمدي، عماد دونجا، من الواضح إن هم لفتوا انظار خافير اجري وهيكون ليهم دور في الكان 2019 ان شاء الله. كابتن سيف، هل كوكا هو المهاجم اللي ناوي يعتمد عليه كوبر الفتره اللي جايه، ولا ممكن يكون في وجهه نظر اخرى؟ بالتاكيد كابتن سيف، احمد حسن كوكا واحد من ابرز المهاجمين في الدوري اليوناني وبيقدم مستويات متميزه، ودي كمان وجهه نظر الجهاز الفني ليه خافير اجري، عشان كده دايما بيحب انه يعتمد على احمد حسن كوكا لانه بيمثل المهاجم الكلاسيكي اللي بيقدر يسجل الاهداف بمنتهى السهوله. وده حتى كان من خلال حديثي مع الكابتن هاني رمزي ان احمد حسن كوكا واحد من اهم المهاجمين اللي في المنتخب الوطني في الفتره المقبله، وخاصه كمان كابتن سيف انه احمد حسن كوكا ليه دور كبير جدا في المعسكر بحكم خبرته الكبيره في الدوري اليوناني، ودايما بيقعد مع اللعيبه الا الصغيره ودايما بنقول لهم خبراته. هو كمان يا كابتن خارج الملعب هو كمان من اللعيبه الملتزمين جدا اللي بيحب ينام بدري ويصحى بدري، يكون موجود من اول اللاعبين في الاتوبيس، عشان كده احمد حسن كوكا مش ملتزم فقط داخل الملعب، هو كمان ملتزم خارج الملعب وليه دور كبير جدا لانه واحد من كباتن الفريق. اما داخل الملعب من الواضح جدا من خلال سير التدريبات ان هيكون ليه دور كبير جدا في الفتره اللي جايه، وانه هيكون عنصر اساسي في منتخبنا الوطني في الكان 2019 ان شاء الله. هل في جلسات بتجمع اللعيبه القديمه باللعيبه الحديثه حسن؟ يعني نني، تريزيجيه، المجموعه اللي موجوده، طارق حامد، المجموعه اللي موجوده القديمه، هل في حديث مع اللعيبه الجديده ولا كل مجموعه قاعده لوحدها؟ اطلاقا يا كابتن سيف، الحقيقه تحس ان المنتخب كله ايد واحده، ما تحسش ان اللعيبه الجديده في وادي واللعيبه القدامى في وادي، الكل الحقيقه متجانس بشكل كبير. يعني حتى على جلسات الغداء والعشاء والفطار تلاقي اللعيب كبير قاعد جنب لعيب لسه جديد في المنتخب، دايما بيتكلموا مع بعض، دايما بينقلوا لبعض اللعيبه الكبيره بتنقل الخبرات للعيبه الصغيره، وده حتى احنا اللي لمسناه دايما لما نتكلم مع اي حد من المنضمين حديث، سواء عماد دونجا، عبد الرحمن مجدي، عمار حمدي، ايضا
عدد كبير جدا من اللاعبين المنضمين حديثا دايما يقول انا بسمع كلام كابتن تريزيجيه، بسمع كلام كابتن محمد النني، وحقيقه ودي حاجه اكتر من رائعه. ايضا علي غزال بيقوم بدور اكتر من رائع وبيقدم مستويات اكتر من رائعه يا كابتن سيف خلال التدريبات، واللعيبه يعني ليه شعبيه كبيره جدا ما بين اللاعبين، لان واحد طبعا من ابناء النوبه ومن ابناء اسوان ومشهورين بالطيبه الجميله ودايما بيحتضن اللاعبين. كمان محمد النني الحقيقه بيقوم بدور اكتر من رائع، محمود حسن تريزيجيه بيقوم بدور اكتر من رائع، عمرو ورده كمان الحقيقه يعني بيعتبر فاكهه المنتخب الوطني دايما بمداعباته اللي بتخرج اللعيبه الصغيره من التوتر وبتخليهم يركزوا اكتر. يعني حتى قبل المباراه امام النيجر امام غرف خلع الملابس دايما عمرو ورده بخبرته مع انه لاعب صغير في السن الا انه عنده خبرات دوليه كبيره جدا، دايما بيحب يداعب اللعيبه الصغيره عشان يخرجهم من حده التوتر. ودي يا كابتن دي تحسب برده للجهاز الفني بقياده اجيري انه عنده الشجاعه انه بيدفع باللعيبه الصغيره ومش خايف من النتيجه، وانه امبارح اعتبر مباراه النيجر بمثابه المباراه الوديه من اجل الدفع بكل اللاعبين، وانه لم يهاب الموقف وانه قدر انه يدفع بيهم بالرغم من التعادل. يا كابتن سيف في اي حديث ما بين اللعيبه على ماتش الاهلي والزمالك حتى لو بالمداعبه والهزار ولا مش في الحديث اصلا؟ لا الحقيقه كابتن سيف عايز اقول لك انه الحديث عن مباراه الاهلي والزمالك يعني في اضيق الحدود، اللعيبه كلها مركزه في نطاق المنتخب الوطني، ولكن يعني حتى الجهاز الفني كانوا بيتكلموا ان هم عايزين يحضروا المباراه في استاد برج العرب يوم 30 مارس، لكن اللعيبه يعني لا تخلو من المداعبات، يعني حتى لعيبه الزمالك ولعيبه الاهلي المداعبات الجميله. ودي رساله كابتن سيف لكل جماهيرنا الحقيقه، يا ريت نبعد عن التعصب، لو يجوا يشوفوا بنفسهم لعيب نجوم الاهلي ونجوم الزمالك بيتعاملوا ازاي مع بعض في معسكرات المنتخب الوطني مش هيكون في تعصب اطلاقا. يعني احنا النهارده شايفين حارس من الزمالك وحارس موجود من الاهلي، لعيب في خط الدفاع من الاهلي، لعيب خط بيلعب جنب لعيب في خط الوسط من الزمالك، والعلاقه اكتر من رائعه. انا شايف النهارده محمد هاني بيضحك مع طارق حامد وبيدعبوا بعض ومتفاهمين جدا خلال التدريبات، لما بينزلوا الملعب الحقيقه بيكونوا بعيدين تماما عن التعصب، ودي رساله لكل جماهيرنا بالتاكيد كابتن سيف. لكن كل لاعبي المنتخب الوطني مركزين بشكل كبير جدا في مباراه نيجيريا. الحقيقه انا مش حاسس ان مباراه نيجيريا انها مباراه وديه، اللعيبه كلها عندها الشغف ان هي تكون موجوده في تلك المباريات الكبيره، وخاصه ان منتخب نيجيريا من الكاتيجوري ايه المنتخبات القويه، واي لاعب بيسجل هدف في مثل هذه المباريات بيكون هدف تاريخي بالنسبه له او مشاركه تاريخيه بالنسبه له، عشان كده الكل بيتسابق من اجل المشاركه في مباراه نيجيريا المقبله ان شاء الله. كابتن سيف بشكرك يا حسن، الحقيقه وجبه دسمه جدا ما شاء الله عليك يا حسن، خلاص بقيت متمكن بعد كاس العالم وبتاع، كنت بتشتغل تحت ضغط دلوقتي الدنيا هاديه، ربنا يوفقك ان شاء الله، والحقيقه تغطيه حسن اكتر من رائعه، واتمنى لك ان شاء الله كل التوفيق، وكل التوفيق ان شاء الله للمنتخب الوطني. شكرا كابتن سيف، شكرا شكرا لحضرتك، بشكرك شكرا جزيلا الزميل حسن غنيمه، الحقيقه تغطيه من حسن مع المنتخب الوطني تغطيه رائعه دقيقه بدقيقه وثانية بثانية.